أهلا وسهلا بكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نلعب ببجي. في المرة السابقة حققنا المركز الأول، نتمنى نحقق مراكز متقدمة هالمرة إن شاء الله، يعني إذا مو الأول الثاني الثالث. موافق أقول لك، ناخذ مثل المعلومات، دشنا باللعبة على طول. حسنا بد، هاي قاعدين بالهواء الطرق وقمنا نلعب ببجي ونشوف بلكن حصل المركز الأول كالمرة السابقة. المرة السابقة حصلنا المركز الأول، إن شاء الله اليوم نحصل المركز الأول. في انتظار طبعا عملية النزول بالطيارة. عدة تنازل بدأ، 24 ثانية، 23 ثانية، شايفينه من بدء المباراة. ومثل ما قلت لكم آخر مرة حققنا المركز الأول، نتمنى نحقق المركز الأول للمرة. طيروا نشوف وين راح ننزل. بعدنا المسافة بعيدة طبعا، وأكو مناطق يعني لا تحبذ النزول فيها. احنا ثلاثة طبعا، بس ثلاثة. وانزل بالمنطقة الطرفانية المتطرفة، وهاي يلا هاي واحدة. أمل ما ألقى بيها يعني ناس هواي، وأنا فتحت المظلة أوتوماتيكيا الحقيقة، أفتح سبيكر مع جماعتي. تاتش داون. خالية، ربي كما خلقتني خالية. هذا صح، مو انا اللي هذا صح. زين، خندور خنبدل السلعة الثانية. هذا واحد شفته، لحظة، خل بدل هذا.
ايه شكرا. نكمل الإصلاح. وقتلنا واحد. هروح ندور على شفاء. خذ يا حسن. شنو هاي؟ اوكي. تلكم سياسة احترام المنطقة مع خاطرها. راح يجون بعدها، ما مستعجل عليهم. وينكم؟ وين الثاني؟ وينه؟ وين الثاني؟ وينه؟ بعد 84 واحد. وينكم؟ وقعد على الطاولة هكذا. وينكم؟ ثلاث منطقة كلها تقريبا، ماكو ولا واحد. قتل مع الأسف. طيب منطقة اللعب وين؟ وينكم؟ ماكو حد. تبعني يا طلع. هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد. اي مات مات مات. وين رايح؟ وين رايح؟ خلينا نشوف شنو عندك. صندوقك. يا شكرا. الثاني سدحنا. وين الثالث؟ المبارز والله 76. الله كريم، الله يرزقنا. اثنين قتلنا والبقية تأتي إن شاء الله. طبعا جماعة اثنين باقين حيين بعدهم. ما
باقي 73 الآن. هل من مباراة ذاك الدون؟ يلا طلع أبويا. يلا ذبيهم ذبيهم خليجون. أين أنتم؟ نشهد ميزان. طاقة الزون بدأت تتحرك. 69 واحد باقين باللعب. قتلت اثنين منهم. ماكو يا ابويا. وين الثالث يا ابويا؟ حيطلع الثالث والله ما بقى. ماكو احد. وين هذا؟ وين؟ ذاك هو. شوف وين لاعب. طبعا لعب الجو الخشب ما قعدوها. ها طعت. هذا واحد ثاني. اثنين اجا منه. وينك؟ وين ثاني؟ وينه؟ خلاص خلاص. أنا زيد دمي. خلي زيد دمي واروح لك. انت حاري. يلا تعال. اجيتني اجيتني. تونست هسه متت. نشوف شنو عندك. صح يا سمسم. اخذ هاي بدال هاي. شكرا.
3-1 هنا، نشوف شنو عنده. جيد، جيد، خوش ناخذ شفاء. صار 4 والبقية تأتي. الزون الزون شوف هذا الزون بعيد، الزون بعده باخذ باللعب 53-1. صار 4 والبقية تأتي. الاثنين يا ابوي ذبتكم الطيارة، تعالوا هذا بيهم. ما زال راح يصير اثنين من قتلهم، بس بغيت انا بيهم صاحي مع الاسف. لازم تحرك الزوم، بدأت تتحرك عليه. وغادر منطقة الزوم. كيف مسدحين؟ هذا واحد رجال موتى، وينك؟ تعال يلا. بس ساعة طالع شبيك، تعال هلا هلا. مات خطية يا مات. نشوف شنو عندك. باي باي. صار 5 وباقي باللعب 27. والزون زون 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 بدأ يتحكم بينا. زون شو راح نشوف هذا زون؟ طبعا مو انت
حزان. ثلاثة وعشرين أحبها. باقي 16 واحد. زوج حمينا ما أدري بيجي حمينا إيش هذا أنا شوفه. ما ندك بريد نزام هذا واحد. دور الشجرة يرمي ويلبد. اطلع اطلع لا تستني. كيف بس علينا نزل خرابي. سكون اطلع من الزون. لا حد يطلع من الزون. حلو 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 ترى احنا نسام على شد. نسام الحين غوصنا 12 واحد. شكرا بالزوم. هذا أهم ختل ترى حسابي 6 زين. الآن صرنا بعيدين عن الزوم.
سمعت اطلاق نار لازم هنا يكون زون وراي زون 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 جاي بقوة طبعا وراي والله سامع طبعا والله لازم تشد ميزان منطقة طبعا هاي أخطر منطقة منطقة ميزان أو ستة طيب وينك؟ هذا هنا هذا بيك هنا انت اشد من الزون ما علي بكم الزون يقتلكم الزون كبس علينا كنا شايفين شون وهو ثلاثة وانا قاتل سبعة تونست
هذا ثامن. جيد شباب، خلنا ناخذ شباب الزون كبس علينا، ظلوا اثنين يعني انا واحد، لو اقتله لو يقتلني. وينك؟ هسه اجيبك الزون، اجيبك دخل اعطيت لك لتقتلني. وينك؟ اطلع لا تخاف، راح اعطيك المات، طبقنا الزون. هذا انت، هذا انت، هذا انت، طلعت اخيرا، طلعت. وفزت بالمركز الاول. هذا ثاني مركز اول حقيقة شباب ببجي. اتمنى تكونون يعني وياي بالصورة. قتلت 9 وحققت المركز الاول. راح انهي الحلقة وياكم اليوم، حلقتنا كانت ممتعة وياكم الحقيقة، بس لعبنا بما فيها الكفاية ان شاء الله وحققنا المركز الاول، واتمنى اشوفكم مرات قادمة. قبل لا انهي الحلقة راح اقدم شكر الحقيقة، شكر للولد اللي سوالي سبسكرايب و ودعموني باللعب. شايفين المركز الأول أنا من 99 لاعب، لقد نجوت وسحبت أعدائك، وأتمنى يكونون على ثقتهم بي إني ما راح أتخلى عنهم. يوميا أنزل لهم شريط سواء من ألعاب 2020 جديدة أو من الألعاب اللي جاي نلعبها. أتمنى أشوفكم بخير وصحة وعافية. هذا أخوكم ماجد في أمان الله.